البقية بحياتك. تسلم. شو اللي جابك؟ أول شيء جيت لحتى أوقف جنبك، خاصة إنه ما بقي لك حدا بعد المرحوم. وتاني شيء؟ تاني شيء أنا بعرف إنه مو وقت الحكي، بس أنا لازم أوقف جنبك بهي المحنة، وخصوصي إنه لسه عندي أمل. أمل بشو؟ شبكي يسرى. شبكي ليش هيك عم تعمليني؟ أنا تمين حبيبك. هلأ أنا متأكد إنه أنتي لساتك جواتي، متأكد إنه أنا لساتني جواتك، واتنيناتنا رايدين بعض. بس أنا ملاقي إنه هذا الوقت كتير مناسب حتى نكون سوا. لا يا تمين، غلطان وكتير كمان. ليش غلطان؟ أنت تخليت عني لما كنت بأمس الحاجة لإلك، لما كان أخي محمود الله يرحمه بحاجة لتكون واقف جنبي معه. هلأ لما راح العائق بوشك ووش أهلك بدك ياني يكون معك؟ لا ما حزرت. والمعنى؟ معنى اللي ما بيكون معي وقت الشدة بيلزمني هلأ. لا تواخذني، ما بقدر اقول لك تفضل، بتعرف صرت لحالي. الله معك. انا رح اروح، بس بدي اقول لك شغله قبل ما اروح. يسرى انتي احلى شغله مريت بحياتي، وانا اللي خسرتك بايديك.